خاصه ان الخميسات ما معروفاش بزاف بالخروب. هاد المنطقه هادي ما كانت بحال الصحراء، ما فيها حتى شي شجره، ما فيها حتى نبات، ما الطيور ما تيجيوش. وهذا المحل هذا ما يعني ما تخيش ليا يكون ها يبقى هكاك. فلهذا قلت خممت خص الشجر يكونوا باش كل الحياه. وعلاش الخروب بالضبط؟ الخروب جا غير صدفه بصراحه. الغايه ديالي هي ندير شجر، كنت ملك الكاليبتوس، وبالتالي درت الخروب بلا ما نعرفه. ما كنتش نعرف انا الخروب الفوائد ديالو، ولا حتى من الناحيه الاقتصاديه ديالو ما كنتش نعرفها. والحمد لله ملي بديت نزرع زرعت تقريبا دابا 300 هكتار كلها خروب، وباقي تنزرع. الا سولناك السي الحاج بالنسبه لهذه المنطقه هذه، درنا واحد الجوله لقينا الشجر يعني كاينه، يعني نقدروا نسميوه حاله مدنيه لكل شجره. شنو الهدف ديالك من هذه المساله هذه؟ الهدف ديالي انتم دابا لاحظتوا كل شجره عندها رقم ديالها، وذاك الرقم تيعني التاريخ بحال الحاله المدنيه ديالها، التاريخ ديالها، شكون باها، شكون يماها، حيت الشجر لا يخفى عليكم فيه الذكر والانثى. وتنديروا تقريبا كل تسعود ديال النتوات تنديروا لها ذكر. ولهذا هاد التسلسل وهاد المستقبل ديالو خصو يكون معروف، بحال يعني نعرفوا الشجره الام بنت من هذه هي كتشير بالضبط. بحال الانسان تيبغي يتناسب تيعرف مع من غيتناسب، ما تيمشي اللي تلاقاها تيقول لها جيتي. ولهذا هاد الارقام اللي عندها وهاد التسلسل هو غير المستقبل للخروف في المغرب، باش تعرف اللي تتعطي كثر تبارك الله، والنوع والجوده. على ذكر العطاء والمردود، الى سولناك على الشجره شحال ممكن تعطي مثلا؟ وكنعرفوا ان الشجر كيعمر بزاف ديال الخروف. 6 سنين 7 سنين تبدا تعطي، 9 سنين تعطي حتى 100 كيلو، ولكن هي ملي تتكبر تعطي حتى 800 كيلو حتى لطون للشجره. واللي مزيان اللي مزيان الحمد لله كلشي مزيان، اللي مزيان في الشجره تتبقى 400 عام 500 عام. هادشي اللي قريناه والناس اللي هذا، ولا تطول بزاف، وملي تتكبر بزاف تتعطي داكشي قلتي لها ممكن توصل حتى لطون الشجره، تقدر توصل لطون. توصل لطون نعم. نعم. وفي هذه الحاله دابا هي فهمهم 10 سنين 9 سنين ما بين 9 و 10 تعطي 100 كيلو. نعم. وملي تشوف تبارك الله الاثمنه والنتيجه اللي وصل لها الخروب اليوم، راه 100 كيلو الخير والبركه كاين. نعم. على ذكر النتيجه، هذه المساحه الشاسعه تبارك الله ما شاء الله، واش كتطلب يد عامله كبيره؟ ايوا فعلا، ولكن لا يخفى عليكم لان شجره الخروب ماشي بحال الفواكه الاخرى، هي ناشفه، ما تتبغيش الماء بزاف، ما تتبغيش الخدمه بزاف، ولهذا يد العامله مويه، ماشي شي عامله كبيره بزاف بحال الفواكه. ولكن تكون المعرفه. المعرفه هي كل شيء. يعني انا تنقول الانسان اللي بغى يزرع الخروب وما عندوش المعرفه غادي يعيشلوش، بحال اللي معاش الناس الاخرين قبل منهم، وما تشجعت ملي ما تتكونش المعرفه ما تتشجعش الاخرين باش يزرعوا. دابا حتى الفلاحه راه ما بقاش مرتبطه بارتجاله جي ودير، يعني راه ولا واحد شويه التكوين الفلاحه تكون شويه، يعني التكوين غادي يفيد بطبيعه الحال. لا الحمد لله، بصفه عامه الفلاحه في المغرب ما بقاش داكشي ديال زمان فلاح، بعكس اليوم لا فلاح هو في الشوفه ديال الاخوان ديال تيجتهد في الارض، تيجتهد ولات عنده قيمه، ولات عنده قيمه بالنظره اللي تينتج ونظرا لضروري المهنه ديالو ولات فايضه راسها. نعم. سي الحاج، خروب البلاد كاين في الشمال، في الجنوب، في طنجه، في تطوان، يعني كاين مجموعه في المناطق، يعني في المغرب كامل كاينه تنظيمات، كاينه فيدراليه، ولكن بالنسبه لنا حنا كمغاربه مثلا، وقتاش ممكن نشوفوا هذا القطاع تطور بزاف والمنتوج يعني يولي مستهلك بزاف في المغرب؟ كنعرفوا انه كيتصدر يعني غالبيته لبرا البلاد، ممكن توضح لنا الرؤيه؟ الله يخليك السيد العالمي. رؤيه الخروب في هذه السنين الخمسه التاليه الحمد لله دار واحد المجهود، دارت جمعيه لتجمع جميع المنتجين ديال الخروب في المغرب، ودابا الحمد لله ولات فيدراليه. الغايه من هاد الاجتماعات مع الناس هو تقريبا عطات النتيجه، المغاربه تيزرعوا الخروب دابا، شحال هادي ما كانوش يزرعوه، دابا الحمد لله تقوا فيه وتيزرعوا الخروب. من ناحيه ديال حتى التكوين، ولاو الحمد لله تيشوفوا برامج في التلفزيون، ولاو الحمد لله تيجوا للاجتماعات تيشوفوا امثله، ولا المغرب الحمد لله الفلاح المغربي باغي يدير الخروب، بخلاف الاشجار الاخرين اللي شحال هذه كانوا بحال الزيتون، كان مزيان وباقي مزيان، ولكن
لا قالوا هذاك الله يجعل البركه من الزيتون، يدوزوا للخروب اللي فيه واحد النتيجه كبيره على صعيد الفلاح وعلى صعيد وطني وعلى صعيد دولي. لان الاهميه ديال الخروب كفاكهه يعني كاين العظام وكاين يعني الناس في برا كيستافدوا بزاف من الخروب. الى منقبطوا الخروبه وتنهرسوها تتعطي العظم اللي عنده واحد القيمه كبيره على صعيد دولي. نعطيكم بعض الامثله، الخروب مطلوب في الجابون، مطلوب في الصين، مطلوب في روسيا، مطلوب في كل بلاصه. وكاين الخروبه تتعطي العظم اللي واحد لكم عنده قيمه كبيره بزاف 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 من ناحيه الثمن ولا من ناحيه القيمه ديالو اش كيعطي. بحال مثلا العظم ملي تيخدموه تيعطي الحليب نتاع لي بيبي، تيعطي الكوسميتيك ديال الجميل، تيعطي واحد النوع، تيصوب واحد النوع الوراق اللي تيصوبوا منه الفلوس، الوراق ولهذا العظم عنده قيمه كبيره ومطلوب بزاف. في المستقبل القريب مثلا انا كمستهلك مواطن نمشي للمحلات التجاريه ولقى هذه المستحضرات، لقى الخروب ولقى لتحت صنع بالمغرب. الخروب خص غير شويه الوقت باش الناس، لان كان هذه ما كانش معروف بزاف عند العموم. خص شويه الوقت، الخروبه تتعطل شويه في بحال اللي قلت لكم في باش تكبر باش تعطي. حتى الفكره دابا غاديه بها، هذه واحد الخمس سنين اللي دات عطينا واحد المجهود بعدها باش الحل، باش الفلاح اقتنع باللي خصو يزرع الخروب. الحمد لله دابا غادي من دابا واحد اربع سنين اخرى ولا خمس سنين اخرى غادي النتيجه الناس اللي زرعوا غادي يعطي واحد العدد ديال الشجره كبيره وغادي يولي الخروب تينتج في المغرب. بالنسبه للفلاح واش كيستافد مثلا من انه يزرع اكثر الخروب مقارنة مع مزروعات أخرى؟ أنا تنصح نستافد ماديا كنقول بالتجربة اللي عندي، وغير خص فيها الصبر في الأول. بالتجربة اللي عندي أحسن شجرة ما بين أحسن الشجرات المدودية هو الخروب. عطيتكم أرقام من ناحية شحال تنتج والثمنات تبارك الله. نعطيكم غير واحد المقارنة ما بين هذه عامين وهذا العام، هذا الدوبل يعني الثمن باش كان شحال هذه هذا العام. شحال وصل دابا الخروب؟ دابا اون جينيرال بصفة عامة حيت يطلع كل العام كله واحد الشهر تيسوى ثمن ما بين 8 و 10 دراهم. شحال هذيك كان ب 4 3 دراهم حيت الطلب كثر، ومن طبيعة الحال الطلب وباقي غادي يكثر بزاف. وتنصح الناس يزرعوا الخروب. السي العالمي كانت هناك حظ موفق.